في سؤال يعني بيخيل لي انه يعني ممكن يبقى سؤال تعجيزي بالنسبة لحد زي حضرتك بصفة خاصة، فكرة ان كل فنان بيبقى عنده اكيد اعمال معينة يعني، ويمكن يبقى عمل بعينه هو ده المفضل والمحبب لقلبه، كان هو ده الاكثر نجاحا عند الناس. في حالة النجم بيومي فؤاد الكلام ده ينطبق عليك، هل في عمل معين شايف ان هو الاعز بالنسبة لك؟ عشان عملين في سنة واحدة هما اللي عرفوا مصر مين بيومي فؤاد. شخصية سعد العجاتي في موجة حارة إخراج الأستاذ محمد ياسين، الكبير قوي شخصية الدكتور ربيع في الكبير قوي إخراج الأستاذ أحمد الجندي. عملين على قد ما هم كانوا الحمد لله رب العالمين كويسين وكنت فيهم كويس، هم اللي عرفوا مصر مين بيومي فؤاد، فهم ليهم معزة خاصة عندي. سعد العجاتي طبعا في موجة حارة لأنه كان شخصية فيها تمثيل وفيها الكلام ده، والشخصية الكوميدي الفرس في اللي هو الدكتور ربيع في الكبير قوي. الدكتور ده كان عالمي. الدكتور ربيع ده خطير. كل كوم يا نهواد يعني كل ما فيش جمله طالعه من نجم بيومي فؤاد الكبير غير لما طبعا صريخ ضحك بيكون رد فعل الناس عليه، بس كل الجمل اللي اتقالت في الحوار كوم وانت بتقول للكبير ان امك حامل، جمله امك حامل موت. دي موت الطريقه حتى بتاعت القواله، ربنا يديمها عليك نعمه فعلا حتى لو جمله بسيطه جدا، مجرد الاحساس انت من الناس اللي بتشع. الحمد لله والله بجد ربنا يديمها عليك.